أهلا فيكم حبايبي برج الميزان، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الميزان ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو تنطبق عليك. قبل ما نبلش القراءة بس بدنا ناخد كروت للتوضيح. طيب بدنا نبلش أول شي بطاقتك يا برج الميزان، نشوف شو هي طاقتك الحالية، بعدين رح نشوف طاقة الشريك وخطواته القادمة. حاليا برج الميزان انت عم شوفك عم تحس حالك مظلوم بإشي معين مع حبيبك او مع الشخص اللي عم تتعامل معه بعلاقتك، عم تحس بكسرة قلب من الشخص اللي عم تتعامل معه. انت محاصر بعقلية المظلوم، او كتير مركز على الجانب السلبي للأمور. في بينك وبين الشخص عم شوف من ناحية الحكي في بينكم كتير نزاعات وكتير جدالات. أيضا عم شوف على الجانب الروحاني انت وهالشخص، ممكن تحس انه هالشخص مش عم يفهمك مثل ما انت بتريد او مثل ما انت بدك، لأنه عم شوف أنت عم تتمنى إنه في بعض عم تتمنى من هالشخص في بعض الأشياء إنه يفهمك بدون ما تحكي بالشي أو بدون ما تعبر عنه. مرات أحيانا بتتمنى هيك. أيضا ممكن يكون في بينكم مشاكل بالالتزام وبالارتباط. في شخص بالعلاقة بيريد إنه يكون أصدقاء فقط أو يخلي الأمور عفوية أكتر، وفي شخص عم يطالب أو طرف بالعلاقة عم يطالب بالتزام أو ارتباط جدي بالعلاقة. عم شوف ممكن أنت كنت عم تفكر إنه مع هالشخص أو أنت اللي كان بدك التزام وارتباط جدي بالعلاقة، وهالشخص هو اللي كان بده الأمور تكون عفوية أكتر أو بمبدأ صداقة أكتر، وهالشي ممكن يكون مشان هيك أنت يا برج الميزان مجروح. طيب خلينا نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك حاليا. عم شوف الحبيب أو الشخص اللي عم تتعامل معه مركز أكتر على عائلته، أو مركز أكتر حاليا على جوانب حياته الأخرى الخارج شوية عن العلاقة. بشوفه مركز أكتر على مادياته، عم يحاول ممكن يكون بهالفترة كتير مركز على مادياته، لأنه في عنده كرتين للمادة وأيضا في عنده The Emperor card. فهالشخص كتير مركز على مادياته إلى درجة الهوس ممكن تحكي، أو مش سامح لحاله إنه يكون في أي طاقة جانبية أو طاقة خارجية بالعلاقة. عم شوف إنه حاب يسيطر كتير على وضعه المادي، وأيضا حاب يسيطر كتير على وضعه العاطفي، بمعنى إنه هالشخص أو حبيبك شريكك الشخص اللي عم تتعامل معه مش عم شوف إنه في عنده ليونة بالتعامل مع الأمور. عم شوفه شخص بيحب يمشي كلمته أكتر، أو بيحب يكون هو اللي مسموع أكتر، وهالإشي أيضا سبب بينكم حدة في المناقشة أو حدة في الجدال بينك وبين هالشخص، لأنه هو بده يكون الأمر الناهي بالعلاقة. عم شوف
الشخص اللي عم تتعامل معه عنده حب سيطرة كتير عالي، عنده حب سيطرة كتير عالي. طيب من نشوف طاقتكم المشتركة حاليا، أو شو ممكن يكون واحدة من الأسباب اللي أدت يكون في بينكم مشاكل يعني ومجادلات. بيحكي لك pay attention to signs، في أشياء أنت وهالشخص كنتوا مش عم تركزوا عليها كتير، أو كنتوا عم تتجاهلوها أكتر. يعني في طرف منكم أيضا كتير غامض أو ما بيحب يحكي، أو الطاقة بينكم المشتركة كانت طاقة كنتوا بتخبوا كتير في جوا حالكم، مش عم تحكوا، مش عم تعبروا لبعض عن مشاعركم. عم شوف أيضا أنت وهو مركزين على الناحية المادية، وفي منكم سبب المشاكل، إنه واحدة من يعني من سبب المشاكل اللي بينكم، في طرف كان بده ارتباط والتزام جدي ولكن ما حكى فيه، أو كان حس إنه صعب عليه يعبر عن أو يكون صريح مع الطرف الآخر إنه أنا بدي علاقة جدية، بدي ارتباط جدي، لأنه ممكن تكون بداية العلاقة بينكم علاقة صداقة، لأنه عندك أنت هون بطاقتك 3 of cups، فممكن بدايتك مع هالشخص كانت بداية صداقة. هنشوف أيضا واحدة من الأسباب اللي عم تؤدي إلى خلل بالعلاقة أو مشاكل بينكم، إنه أنتوا عم تحاولوا تحلوا الموضوع بطريقة بفرض السلطة أو بفرض القوة. يعني أنت مش راضي تتنازل ولا هو راضي يتنازل، وعم نشوف إنه ما في تيم وورك، أو ما في مشاركة بالعمل أو مشاركة بالشغل. يعني أنت عم تحاول تشتغل على العلاقة وهو عم يحاول يشتغل على العلاقة، ولكن ما في شراكة. يعني أنت تبني سيناريوهات في داخل عقلك، وهو أيضا عم شوف تحكمه على الموضوع من غير ما تسأل الشخص الآخر، لأنه أصلا في عندكم صعوبة بمصارحة أفكاركم ومشاعركم تجاه بعض. طيب خلينا نشوف خطوتك للمستقبل، أو أنت شو مخطط تساوي بالمستقبل. inner child، انت عم شوفك رح تركز او بدك تهتم اكتر بالطفل الداخلي اللي جواك، او بمشاعرك الداخلية اللي انت عم شوف كنت عم تتجاهلها اكتر، او عم تتجاهلها حتى حاليا. عم شوفك بالمستقبل عم you pay attention، أو عم تهتم بالتفاصيل اللي أنت وبمشاعرك الداخلية اللي عم تحس فيها، بالذات بعواطفك وبإيجابيتك. يعني عم شوف إنه أنت مش حاب فكرة إنه أنت حزين أو زعلان، أو المشاعر السلبية عم تتمكن عليك، أنت مش حاب هالإشي. فأنت عم شوفك عم تهتم أكتر بطبيعة مشاعرك وباللي بتحس فيه داخل، يعني في داخلك. يعني إذا أنت عم تشك بالشخص الآخر إنه في معه حدا آخر أو في طرف ثالث بحياته، أو فقط عم تشك بطبيعة التواصل بينك وبينه إنه هو مش جدي وما عم تشوف في إله نهاية، عم شوفك رح مش رح تيجي على حالك أكتر، لأنه مش رح تضحي أكتر، لأنه عم شوف أغلبكم ضحيت أو أعطيت من عندك في سبيل إنه يعني تنجح العلاقة، كان بدك تنجح العلاقة مع الشخص. ولكن عم شوف أغلب عندك ورقة الساحر هون، فأغلب أفكارك أو أغلب طاقتك اللي بتوجهها
راح تكون في سبيل مشاعرك أو باللي بتحس فيه أنت من جوا. عم شوفك أيضا في عندك مشروع أو فكرة كرياتيف أو فكرة إبداعية من نوع ما، راح تركز عليها أكتر. يعني عم شوفك مركز على حالك أكتر وكيف تطور من حالك أكتر. ما عم شوفك بالمستقبل مركز كتير على تصليح العلاقة بينك وبين هالشخص أكتر ما إنك مركز على كيف تصلح من حالك وتطور من حالك. خلينا نشوف خطوة الحبيب القادمة في المستقبل. الشخص اللي عم تتعامل معه أو الحبيب أو الشريك رح يمر بفترة صعبة، بفترة رح يتعرض فيها إلى كتير من الإغراءات. رح يكون لأنه أيضا في فترة انعزال هالشخص رح يمر فيها، يعني في فترة مش رح تحكي أنت مع هالشخص. ممكن تكونوا حاليا منفصلين، أو ممكن يخف التواصل أو يخف الكونكشن بينكم. عم شوف إنه بالمستقبل مش رح يكون هالشخص كتير متحمس إلى فكرة الحب، رح يكون متردد بفكرة الحب أو بفكرة العلاقة بينكم، لأنه في عنده شكوك ومخاوف داخلية إنه أنت أو برج الميزان في عندك أطراف أخرى، في عندك طرف ثالث. عم شوف إنه هو أيضا إذا في عنده عروض حب خارجية عن العلاقة، ما عم شوفه مقدم على علاقة جديدة. عم شوفه مركز أكتر على روحانياته هالشخص، لأنه في عنده مخاوف بالعلاقة. أيضا إذا هالشخص أنت حاس حالك أو ممكن العلاقة بينكم حسيت إنك انظلمت فيها، عم شوف هالشخص مركز أكتر على إنه يكون عادل، أو بده يكون يعطي يعني ينصف في حق العلاقة. عم شوفه مش عم يحاول يكون متلاعب أو إشي مثل هيك، بده الوضع بينكم يكون ناصف وحقاني. أيضا طاقته راح تكون سريعة لأنه في عندك كرت هوائي هون. هالشخص في عنده خبر من نوع ما، رسالة أو إشي حاب يحكي فيه معك، أو عم شوفه راح يحاول يتقرب منك، ولكن بنفس الوقت لأنه هاي حركة تقدم. وعندك هون أيضا Nine of Wands، يعني هالشخص باني مثل السور حوالين حاله، فعم حسه كأنه متناقض شوي بأفكاره الداخلية مع حاله، إنه بده يقرب منك، بده يحكي معك، ولكن في نفس الوقت عم بشوفه دفاعي شوي، أو رح يكون مش بمعنى دفاعي، رح يكون شوي متردد هالشخص، متردد بأخذ الخطوة، أو رح يكون حذر جدا بأخذ الخطوة، أو حذر جدا كيف يحكي معك، كيف يتواصل معك، كيف تكون بداية الحكي معك. قبل ما نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل مصير العلاقة، خلينا نحكي شو ممكن الأبراج اللي ممكن تتعامل معها، لأنه دائما شوف بالكومنتات أنا دائما بنسى أحكي شو هي الأبراج. بس الطاقات اللي ممكن عم تتعامل معها، في عندك ممكن تتعامل مع برج الحمل، ممكن تتعامل مع أبراج نارية، ممكن تتعامل مع أبراج ترابية أيضا، في عندي أوراق ترابية هون. ممكن عم تتعامل مع برج العذراء لأنه عندك ذا هيرمت، بس ممكن يكون أي برج آخر. هاي فقط الطاقات اللي موجودة عندي بجهة أو بسايد الشريك. طيب طاقتكم في المستقبل أو مصير العلاقة في المستقبل،
في انت وهو لسبب ما، لانه هالكارت سيلف سابوتاج، انت وهو لسبب ما عم كل ما تصير الامور بينكم، كل ما تتحسن الامور بينكم، في طرف منكم او بيجوز حتى تكون طاقتكم التنين، في شخص منكم او انتوا الاثنين عم